بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كريم للحصول على بشرة وردية ونضرة. سبق وعملت كريم البنجر، وهو الكريم اللي نضعوه على النار حتى يصير ثقيل. بعض البنات ما ضبط معهم الكريم يصير كتلة واحدة، راحين نعمل وصفة أخرى نفس نتائج كريم البنجر ولكن بطريقة سهلة. مكونات عبارة عن: نحتاج لزهرة الكركديه، زهرة الكركديه، ومن لا يتوفر عندها زهرة الكركديه يمكنها استخدام عصير البنجر. تغلي حبة بنجر في الماء وتستخدم عصير البنجر، أو تبشر البنجر وتصفيه وتستخدمه في هذه الوصفة. وإذا توفرت عندك زهرة الكركديه، الأفضل في هذه الوصفة تأخذي ملعقة طعام كبيرة من زهرة الكركديه، تغليها في نصف كوب من الماء، ونتحصل على هذا العصير. وناخذ ملعقة طعام كبيرة، ملعقة طعام كبيرة من الطحين الأبيض أو الدقيق الأبيض، دقيق المخبوزات، ملعقة طعام بهذا الشكل. ونضع عليها عصير الكركديه. قلت يمكن استبدال عصير الكركديه بعصير البنجر، ونخلط مع بعض حتى نتحصل على كريم. نخلط مع بعض بهذا الشكل حتى نتحصل على كريم يمكن وضعه على البشرة بهذا الشكل. يخلط جيدا. وعلى بشرة نظيفة، قصدي بشرة نظيفة يعني تكون خالية من المكياج ومغسولة جيدا بالصابون المناسب لبشرتك، ويكون بماء دافئ حتى تتفتح المسام. ثم يوضع هذا الكريم على البشرة، يوزع من الرقبة لبشرة الوجه، يترك لمدة 20 دقيقة حتى يجف. بعد ما يجف يشطف بماء فاتر ثم ماء بارد، وتمرري على بشرتك قطنة بماء الورد، ثم رطبي بشرتك بواسطة المرطب الخاص بك. يفضل انك تستخدمي هذا الكريم في الليل قبل النوم وانت مسترخية، وتكون نفسيتك، لازم النفسية تكون جيدة حتى ينجح معك هذا الكريم او اي كريمات او ماسكات اخرى. كرري هذا الكريم كل يوم او يوم بعد يوم لنتائج افضل. يمكن العمل هذا الكريم للبنات من 15 سنة فما فوق، هو آمن لجميع أنواع البشرة. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.